بعد سلسلة من الأخبار والتسريبات والصور المشوقة، سامسونج تكشف لأول مرة عن هاتفها القابل للطي في مؤتمرها SDC لهذه السنة. في هذا التقرير نبرز لكم أهم ما أعلنته سامسونج في هذا المؤتمر. رقم تيفي. البداية مع الأهم، الهاتف القابل للطي. تم عرض الجهاز على خشبة المسرح مع خفت الأضواء لحماية عناصر التصميم، ولكن رغم ذلك أخذنا لمحة لطريقة عمله. ففي حالته العادية المطوية يظهر الجهاز وكأنه هاتف عادي صغير الحجم وسميك، لكن عند تفكيكه ستظهر لك الشاشة الكبيرة ذي 7.3 إنش التي أطلقت عليها سامسونج اسم إنفينيتي فليكس. وقالت سامسونج إن الشاشة فائقة التحمل، حيث يمكن للمستخدم طيها مئات آلاف المرات بدون مشاكل. بخصوص واجهة النظام فهي تتغير تلقائيا لتتناسب مع كل وضعيات الهاتف، ويمكنك تشغيل 3 تطبيقات في وقت واحد، مع ميزة جديدة من سامسونج تدعى مالتي أكتيف ويندو. غير هذا فيمكنك طبعا استعمال تطبيق واحد بدون مشاكل، وسيعمل هو الآخر على تغيير حجمه ليتطابق مع جميع الوضعيات. غير هذا لم تعطي سامسونج أي تفاصيل أخرى عن الهاتف مثل اسمه أو موعد الإعلان عنه أو السعر. ثانيا، الشاشات الجديدة. في الوقت الذي اتجهت فيه كل الشركات إلى الشاشات ذات قطع أعلى الشاشة، بقيت سامسونج متشبثة بشاشتها التقليدية مع الحواف النحيفة، إلى حين ما أعلنت في مؤتمرها عن 4 شاشات من المفترض أن تكون الجيل الجديد من شاشاتها. الأولى تحمل اسم Infinity U، وهي تحمل قطعا صغيرا جدا في أعلاها على شكل حرف U. أما الشاشة الثانية فهي باسم Infinity V، وهي أيضا تحمل قطعا ولكن على شكل حرف V. أما الثالثة فهي باسم Infinity O، وهي شاشة بدون قطع ولكن تأتي مع دائرة أو ثقب صغير يسار الشاشة، وقد يكون بديلا جيدا للنوتش. أما الشاشة الأخيرة هي نيو إنفينيتي، لم يتم تسليط الضوء كثيرا عليها على خشبة المسرح، ولكن من المفترض أن تكون شاشة كاملة خالية من أي إضافات. ثالثا، ون يو آي، هي واجهة مستخدم جديدة من سامسونج بتصميم جديد وسلس وأيقونات مختلفة بزوايا مستديرة، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض الأيقونات في الواجهة الرئيسية إلى مجموعة صغيرة تجمع بين أهم التطبيقات المستخدمة وتعطي عرضا أوضح للشاشة. كما أتت الواجهة بميزة فوكس بلوكس التي تساعد على جمع الإعدادات المرتبطة ببعضها البعض في مكان واحد لتقديم تجربة سلسة. هذا وتسهل الواجهة أيضا إدارة المهام بين التطبيقات والبحث والتنقل بشكل سريع. رابعا، بيكسبي. فتحت الشركة المجال لمطوري الطرف الثالث والشركات لاستخدام مساعدها الصوتي بشكل كامل، حيث من الآن يمكنهم استخدام بيكسبي ودمجه مع تطبيقاتهم من أجل الاستفادة من قاعدة البيانات التي يمتلكها. ليس هذا فقط، بل أصبح مفتوح المصدر، أي لم يعد حكرا على منتجات سامسونج فقط، بل الآن أصبح خيارا إضافيا للمستخدمين الذين يرغبون في الدخول إلى إيكو سيستم الخاص بالشركة. بجانب هذا أصبح المساعد يدعم عدة لغات جديدة في الأشهر القادمة، بما في ذلك الألمانية والإيطالية والفرنسية. كان هذا أهم ما تم الإعلان عنه في مؤتمر سامسونج للمطورين. شاركنا برأيك حول هاتف سامسونج القابل للطي، وهل تظن أنها ستكون فكرة ناجحة للشركة؟ ننتظر رأيكم في مكان التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد على قناة رقم.